يعني أعتقد أن المسؤولين المصريين انتبهوا إلى هذه النقطة، نقطة المراوغة ونقطة ممارسة الألاعيب الإعلامية وألاعيب التصريحات من قبل بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، عندما خرجت القاهرة على لسان أكثر من مصدر مسؤول وأعلنت بأنه لا توجد مفاوضات منفصلة ما بين مصر وإسرائيل عن مفاوضات الهدنة ومفاوضات الصفقة، لأن الجانب الإسرائيلي حاول أن يوحي للرأي العام الداخلي وللرأي العام العالمي المتابع للأحداث بأن بنود الصفقة قد جرى الانتهاء منها بعد أن حصل الوسطاء على موافقة حماس، ومن ثم في مرحلة تالية هناك ترتيبات ما تتم مع الجانب المصري. هذه كانت كذبة إسرائيلية متكاملة الأركان، لم تكن هناك ولا يوجد حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، لا يوجد حديثا مصريا إسرائيليا جانبيا بعيدا عن الوسطاء وبعيدا عن إتمام الصفقة. الحديث كان أن هذه الانسحابات معناها بشكل مباشر ألا يكون هناك بعد سريان الهدنة وبعد إتمام هذه الصفقة تواجدا عسكريا إسرائيليا على الأراضي القطاع غزة، على الأراضي الفلسطينية، ألا يكون هناك مشهد أو شكل من أشكال الاحتلال من داخل البنود الرئيسية للصفقة. هناك تأكيد على إعادة تشغيل معبر رفح، لأن هناك رغبة لدى الوسطاء الثلاث، الولايات المتحدة ومصر وقطر، أن تبدأ عمليات دخول المساعدات بشكل مكثف، بل وتم تحديد عدد هذه الشاحنات التي ستدخل يوميا وحددت ب 600 شاحنة، وتم النص أيضا على أن تصل 25% من هذا العدد الإجمالي الذي سيضم أيضا شاحنات للوقود ضمان وصولها إلى مناطق شمال قطاع غزة. كل هذه التفصيلات حاول بنيامين نتنياهو أن يعطلها بعد أن تم إنجازها بالكامل خلال الأسبوع الماضي باستحداث أو بإعادة إنتاج مرة أخرى أصوات يمينية تحاول أن تؤكد بأن انسحاب القوات العسكرية من هنا أو هناك معناها تفكيك الحكومة. وبالمناسبة نذكر السادة المشاهدين ونذكر الجانب الإسرائيلي بأن يائير لبيد اضطر في الأسبوع الماضي أن يخرج بتصريحات علنية رسمية يقول بأنه على استعداد لأن يقدم شبكة أمان لبنيامين نتنياهو في حال جدية خوفه من تفكيك الحكومة، وهذه مخاوف مصطنعة وتبادل للأدوار ما بين رئيس الحكومة وما بين هؤلاء الوزراء، بدليل أننا أمام وزيرة جديدة تخرج اليوم كي تقول وتردد نفس هذه الكلمات بعد أن رددها سموتريتش وبن غفير في الأسبوع الماضي. طيب